فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج كما هو ظاهر على الشاشة أمامكم الآن. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب، حياكم الله من جديد. نأخذ هذه الاتصالات. أم محمد تفضلي. أم محمد أبو ظبي. أم إبراهيم تفضل أختي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ، أنا سويت عملية عيون. نعم. استخدم قطور في الساعات. إيه. بس القطور يجي في حلقي، وأنا الاثنين والخميس أشعرهم، ما أعرف كيف يعني الحكم. يعني تحطين القطرات في العين وتشعرين في حلقك، ها؟ أحس حلقي أطلعها يعني تعم، يعني تعم. أيه. كيف صيامي مقبولة ولا شيء؟ وعندي سؤال ثاني شيخ. تفضل يا أختي مورا. بنتي أخذت سيارة من الوكالة. أيه. ويقسمون منها أقساط من معاشها. نعم. وهذا عليها يعني خطأ ولا شيء السيارة هذه اللي أخذت؟ وسؤال الثالث شيخ. أي. وسوتنا يعني عزيمة حق السيارة. أي. في البيت. نعم. غدا يعني عزمتنا على السيارة غدا، قالت اليوم غداكم عليه يعني بسوي ذبيح حق السيارة. لكن غدا تغدينا يوم الجمعة. الحين لها سيارة خاص يعني نذبح له نذبح يعني مرة ثانية نوسعها، ولا ذاك الذبيح اللي سوته يكفيها؟ طيب يا أم إبراهيم، تسمعين الجواب إن شاء الله. تفضل أبو محمد من لبنان. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الله يجزاك خير شيخ. مثل الشيخ، إذا واحد كان عم يسمع صلاة المغرب ولا عشاء، يجي بالوتر الفقري أو ينتظر الأذان؟ كيف أخي؟ أعد علي أعد علي. إذا واحد جمع صلاة المغرب والعشاء جمع. إيه. وخلص، يجي بالوتر معه دغري أو ينتظر الأذان عشان يدخل صلاة العشاء؟ طيب طيب أبو محمد. الله يجزيك خير شيخ ويطول بعمرك. شكرا أبو محمد. تفضل أبو علي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ، بالنسبة إذا دخلت أنا قبل المغرب، قبل الصلاة يعني قبل الأذان المغرب المسجد. أي. هل يجوز أصلي ركعتين تحية المسجد أم ما يجوز؟ طيب طيب. والسؤال الثاني. نعم. بالنسبة صلاة القيام بالليل. أي. أنا أصلي القيام بس عادة في الأخير علشان الوضوء يكون أنا مو بواضي، ممكن أقرأ المعوذات وأمسح على جسمي؟ يعني قصدك تقرأ المعوذات من دون وضوء وتمسح على جسمك؟ على جسمي نعم، بأن قريت أنا صليت القيام. أي. بعدين على أذك أدخل الحمام وأرجع أنام. طيب يا أبو علي، أبشر إن شاء الله. مرحبا. تفضل أحمد. السلام عليكم ورحمة الله شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ أهلا وسهلا، مرحبا. أقول لك طرحت لك يا من السؤال وقلت لك ما. تفضل أخوي أحمد. قلت لك حد عنده 100,000. اي. ويريد عنده اخ ويريد يعطيها له، كانوا قد يعطيها له ويربح فيه 150، كان الفوض بالفوض جوز دينها ولا ما يجوز؟ يعني الان عنده 100,000 يريد يعطيها لاخوه قرض يعني؟
يعطيها له اجال شرط الشرب 150 يرجعها 150. نعم اي شيخنا هو قصده يعني قرض حسن. لا دين. دين يعني دين. نعم انا اخويا بنعطيه 100 ونقول له هاي ال 100 مدينها لك 10 اشهر وانت بتعطيني 150 بعدين ترد لي 200 مربح فيه 50. يلا طيب يا احمد تسمع الجواب ان شاء الله. تفضل ابو بكر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلين الله يرضى عنكم جميعا. ما هو سر الحروف المقطعه في البعض من اوائل سور القران العظيم؟ نعم. السؤال الثاني ما هي صور هجر القرآن الكريم رزقنا الله ما هي عفوا تلاوته عفوا أبو بكر عفوا عفوا السؤال الثاني ما فهمته. ما هي صور هجر القرآن الكريم يعني كل إنسان هاجرا للقرآن الكريم؟ نعم 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 يعرف الإنسان نفسه أنه هجر القرآن. طيب يا أخوي أبو بكر مرحبا وجزاكم الله كل خير. شكرا لك شكرا. تفضل يا معتصم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أنا بدي أسألك سؤال إنه ليش الأولاد شو هي الحكمة؟ إنه اللي إذا مات الولد الولد قبل الجد ما بورث الولد. إي. الإبن قبل الأب. إي. ما بورث. إي ويا شيخ في سؤال ثاني بدي أسألك الجامع جنب بيتنا هون نحن الشارع. يعني الصلاة كأنه بالبيت عنا بصير أصلي برا الإمام جماعة. طيب يا معتصم تسمعين الجواب. في سؤال ثالث. أيوة أيوة تفضلي. شو اسمه في آية التوبة أنا أيام بغلط وبقول بسم الله الرحمن الرحيم شو إيه؟ يعني خطأ لما صار. طيب يا معتصم أبشر إن شاء الله. تفضلي لمياء. لمياء من كندا. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال السنة اللي فاتت كان معي سكر كان عالي كثير دكتورة قبل الميلاد معصر قطعت 10 أيام الآن قضيتهم بس بدي أعرف أفدي ولا لا. يعني أنت الآن في رمضان الماضي يا أخت ليماء؟ هذا بالفعل. يعني أنت معك سكر والطبيب قال لازم تفطرين. ايه وبعدين قضيتي ولا تطعمين؟ لا لا قضيتهم كلهم. قضيتيها ها؟ لانه في فصل الصيف النهار طويل ايه طيب سؤالك الان سؤالك ايش يا اخت ليمى؟ انت قضيتيها الحمد لله، ايش سؤالك؟ لما اقضي لا فينا تقولي لازم افطر يعني اصوم واطعم. ها هذا رمضان القريب يعني ها؟ هذا اللي فات. ايوه طيب طيب لي طيب ابشري ابشري طيب. هو مش سؤال في درس صار في درس ولدت ولد عمره 6 شهور وطالبه من الناس انه يدعوا لها لانه الان في العنايه المركزه. طيب في الدعاء الله يبارك فيك. طيب طيب اهلا وسهلا. نستاذنكم عندي الاخت امينه من فرنسا بالامس سالت اعادت سؤال لها سابق انا اجبت عليه لكن هي فصلت فيه تقول بانها يعني مشكلتها مع والدها نرافض استقبلها والسبب ذلك انه زوجة الاب تعمل مشاكل كثيره وتسب ابوها وتسب والدتها الله يرحمها اللي توفيت في فرنسا ويعني في مشاكل وكذا وهي حريصه على انها تصل والدها لكن في مشاكل كثيره. يا اختي أمينة بارك الله فيك، يعني بالنسبة للإنسان لابد أن يكون يميز المصالح من المفاسد، يشوف ما هي الأشياء التي تحقق المصلحة وما هي الأشياء التي تحقق المفسدة. إذا كنت يا أخت أمينة تعتقدين أن ذهابك إلى بيت الوالد يسبب لك مشاكل ويسبب لك مفاسد، هذا وجودك عند زوجة الأب سبب من أسباب شتم والدتك المتوفاة وسبب من أسباب شتم والدك الحي وسبب في تفرقة الأسرة، لا اترك لا تزوريهم لا تزوريهم لأن هذا الزيارة تسبب مشكلة حسب ما وصفتي لي وذكرتي لي. تواصلي مع الوالد في الهاتف، سلمي عليه دائما، احرصي على يعني تلبية حاجاته إذا كان يحتاج مثلا عبر الهاتف في 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 المناسبات مثل الأعياد احرصي عليه وكثري له من الدعاء من خلال الاتصال بالهاتف إذا استطعت تصلين إليه
حاولي ترققي قلبه ببعض الكلمات العاطفية، بعض الكلام اللي يعني مثلك ما يخفى عليه في تأثر الوالدين من بعض الكلام اللي يقوله الأولاد وكذا، ولعلك إن شاء الله يكون هذا سبب من أسباب فتح قلبه لكم بإذن الله جل وعلا. أم إبراهيم من أبو ظبي سألت اليوم، تقول بأنها سوت عملية في العينين وهي حريصة على صيام الاثنين والخميس، تقول لما أضع القطرة أشعر بطعمها في الفم، ما حكم الصيام؟ يا أم إبراهيم صومك صحيح والحمد لله، استمر في صومك ولا شيء عليك سواء صوم نفل أو فرض. والعين ليست مجرى إلى الجوف، اللي مجرى إلى الجوف الفم والأنف، الفم والأنف هو المجرى، أما قطرة العين وقطرة الأذن ما يضر لو استعملها الصائم. تقول أم إبراهيم بأن بنتها أخذت سيارة من الوكالة ويأخذون من راتبها أقساط شهرية، ما الحكم؟ ما في بأس، إذا اشترى الإنسان سيارة بالدين بالأقساط ما في شيء، حلال والحمد لله. أم إبراهيم تقول سوينا عزيمة للسيارة، يعني قالت وحدة قالت خلاص بنسوي لكم غدا، تقول سوينا غدا يوم الجمعة، هل يلزم نسوي غدا ثاني للسيارة؟ يا أم إبراهيم ما في أصلا شيء اسمه غدا للسيارة ولا ذبيحة للسيارة ولا حفلة للسيارة، هذه كلها ما فيها شيء، هذه كلها من الإسراف والتبذير. أسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياكم، للأسف الآن دخلت عادات على الناس ما أدري من أين جاءت. الآن بعض الناس إذا جاء اشترى سيارة ذبح ذبيحة، اشترى حاجة معينة سوى حفلة، يعني هذا لا شك أن فيه إسراف وتبذير، ولو أن هذه الأموال صرفت على الفقراء وعلى المساكين أفضل ويبقى الأجر والثواب. أما إذا كان قصد ذبح الذبيحة بقصد تعويذة هذه السيارة أو هذا البيت مثلا أو هذا الشيء الذي يشتري الإنسان حتى يطرد العين والحسد، فهذا حرام ولا يجوز، هذا من أخطر الأمور، ما يجوز الإنسان يذبح لهذا الغرض. أما يعني مثلا يعمل حفلة قصدي عزيمة شكر لله جل وعلا على ما من ووفق وأعطى ومنح ووهب جل وعلا من السيارة والبيت وكذا، فهذا طيب، لكن وين يروح الأكل؟ المفترض الإنسان لما يشكر الله جل وعلا يشكره بشكل صحيح، يذبح ذبيحة يعطيها الفقراء والمساكين، أو قيمتها 1000 درهم 2000 درهم 3000 درهم يعطيها الفقراء والمساكين أو المحتاجين أو بعض المرضى اللي ما يجدون العلاج. هذا الأصل، هذا الأصل. أنا ما بالمناسبة أنا لا أمنع، ما أقول إنه ما يحرم، يحرم متى؟ إذا كان تعويذة يذبحها الإنسان تعويذة، يحرم إذا كان في إسراف وتبذير. أما إذا العائلة اجتمعت وقال والله إحنا فرحانين بهذه السيارة ما في بأس، لكن من دون إسراف ومن دون تبذير، ولا يعتقدون بأن هذا مشروع، لأن الأخت أم إبراهيم سألت على أنه مشروع، لا، ما عندنا في الشريعة شيء من هذا، عندنا في الشريعة شكر الله جل وعلا بالتصدق على الفقراء وعلى المساكين إذا ربنا جل وعلا أعطى العبد شيء من هذه الدنيا. أبو محمد من لبنان يسأل يقول بالنسبة لي إذا جمعت المغرب والعشاء مثلا هل أصلي الوتر بعده مباشرة؟ نعم يا أخوي أبو محمد بارك الله فيك، الوتر طبعا مقيد وقته من بعد العشاء، والعلماء رحمهم الله تعالى لهم كلام طويل في هذا، والصواب بأن من جمع العشاء مع المغرب يعني قدم العشاء مع المغرب فإنه يجوز له أن يصلي الوتر بعدها مباشرة. الأخ أبو علي من الشارقة يقول بالنسبة لمن دخل المسجد قبل أذان المغرب هل له أن يصلي تحية المسجد أم لا؟ يا أخ أبو علي بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا دخل المسجد وكان وقت الغروب يعني باقي عليه دقيقة دقيقتين أنا أنصحه بالبقاء وعدم الصلاة، ينتظر ولا يصلي، لأن هذا الوقت من أوقات النهي الشديدة المغلظة، لأن الشمس تغيب بين قرني الشيطان ويسجد لها المشركون، والنبي عليه الصلاة والسلام حسم الذرائع في مثل هذا الأمر فينتظر. أما دخل 5 دقائق 10 دقائق لا يصلي ما فيها شيء، لأن هذه من ذوات الأسباب والحمد لله يصلي، لكن باقي دقيقة دقيقتين ما يضره لو انتظر هذه الفترة، ثم إذا أذن المؤذن صلى. يقول أبو علي أحيانا إذا كنت أقوم الليل وأصلي ثم بعد قيام الليل أدخل دورة المياه وينتقض الوضوء، لما أجي على سريري وأقرأ مثلا المعوذات وأقرأ مثلا الأذكار هذه هل يلزم أني أتوضأ لما أقرأ آية الكرسي والقواقل قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق ورب الناس أم لا؟ لا يا أخي ما يلزم أنك تتوضأ، لا يلزم أنك تتوضأ، حتى لو كنت على جنابة تقرأها الحمد لله، لأن هذه من جنس الأذكار، هذه من جنس الأذكار في هذا المكان يعني عند النوم،
أما برا النوم خارج مثلا محل النوم أو وقت النوم فلا تعتبر من القرآن. يا أبا علي بارك الله فيك. طيب بعد هذا الفاصل أعود فألتقيكم لأجيب على بقية الأسئلة. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. الأخ أحمد أبو بكر من السعودية، لا قبله أحمد من أبوظبي، يقول أحمد إذا أعطيت أخوي 100,000 دين لمدة 10 أشهر على أن يردها 150,000 ما الحكم؟ يا أخ أحمد بارك الله فيك، هذا عين الربا بارك الله فيك، ما يجوز، حرام. هذا هو الربا الذي حرمه الله جل وعلا في القرآن، قال تعالى وذروا وقال جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذا ربا بارك الله فيك. أنا سألتك قلت لك قرض حسن، قلت لي لا دين هو القرض الحسن، فما دام دين عطيت 100,000 يرجع لك 100,000، لو تقول زيادة درهم واحد ترجع لي 100,000 ودرهم صار ربا والعياذ بالله، هذا ما يجوز تشرط له في هذا. لكن ممكن أنك تعطيه 100,000 تقول شغلها لي تجارة في البهائم، في الزراعة، في القماش، في كذا، وبين وبينك بالنصف الربح، بين النصف بين وبينك، وبعدين يرجع لك رأس المال، ممكن هذا ما في بأس. لكن تقول خذ دين 100,000 ورجع لي 150 هذا ربا والعياذ بالله. انتبه واحذر أن تمارس هذا الأمر بارك الله فيك. تفضل إسحاق. إسحاق السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. أرجوك إذا أنجبت المرأة. إيه. المرأة إذا أنجبت في رمضان. نعم. فخافت على جنينها فأفطرت. كيف تقضيها بعد رمضان؟ نعم. طيب. كيف تقضيها بعد رمضان؟ أتقضيها؟ طيب يا إسحاق تسمع الجواب إن شاء الله. معانا إسحاق؟ ألو؟ ما راح إسحاق خلاص. سؤال واحد. طيب أبو بكر من السعودية يقول ما هو سر الحروف المقطعة في القرآن؟ يا أخ أبو بكر بارك الله فيك، طبعا هذه مسألة طويلة عند أهل العلم، وطبعا بعضهم يقول بأن هذه سور لأشياء في الجنة، وبعضهم يقول هذه بعض أوائل أسماء الله التي أخفاها عن عبادي، وبعض العلماء يقول بأن هذه يعني مما استأثر الله جل وعلا به بعلم استأثر الله جل وعلا نفسه بعلمها، ومنهم من يقول بأن هذه من المشتبهات، يقول جل وعلا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فهذه من المتشابهات وغير ذلك. الذي يظهر لي والله أعلم يا أخ أبا بكر بأن هذه مما أنزله الله جل وعلا لإعجاز العرب أهل الفصاحة والبيان والبلاغة أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وهي مما استأثر الله جل وعلا نفسه بعلمها، فنقول الله أعلم. لكن فيما يظهر بأن الله تعالى أعجز فيها العرب أن يأتوا بمثلها، لأنه لم تجري عادة العرب أن يأتوا بمثل هذا البيان. يقول أبو بكر ما هي صور هجر القرآن؟ يا أخي الفاضل، صور هجر القرآن كثيرة، وقد ذكر بعض أهل العلم من ذوي التحقيق شيء من هذا، من ذلك عدم التحاكم إلى القرآن، هذا من هجره. والأمر الثاني عدم قراءته بحيث يتركه الإنسان ولا يقرأه إلا في المواسم مثلا، هذا أيضا نوع من أنواع الهجر، هجر القرآن. الأمر الآخر عدم العمل به، فبعض الناس للأسف يقرأ القرآن ولا يعمل بالقرآن، وهذا أيضا من هجر القرآن، كما قال تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. في هجر القراءة وهجر التلاوة وهجر الحكم وهجر العمل به، فأنواع الهجر كثيرة. أم معتصم من الشارقة تقول ما الحكمة إذا مات الولد قبل الجد ما يرث أو قبل الأب؟ يا أختي الفاضلة، ربنا جل وعلا هو الذي تولى قسمة المواريث، ولذلك يقولون بالنسبة لمن مات قبل مورثه فإنه لا يرث،
يعني شخص الآن أو رجل عنده ثلاث أولاد، واحد من الأولاد مات في حياة والد بحادث أو شيء طبيعي مثلا مات، هذا الولد ما يرث، كيف يرثه ميت مثلا؟ كيف يرثه ميت؟ لكن تقولين مثلا هذا الولد عنده أولاد، عنده أولاد، هل يرثون أم لا؟ نقول لا، ما يرثون وجوبا لكن يورثون استحبابا، لقول الله جل وعلا: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروف. فقالوا هؤلاء من اليتامى لأن أبوهم مات، فيستحب استحباب أن يعطوا من هذه التركة بما يرضيهم. بعض الفقهاء طبعا قالوا بأن هذه يسمى الوصية الواجبة، يعطون نصيب والدهم، وهذا طبعا مخالف لقول جماهير أهل العلم. طيب تفضل يا فاطمة. شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ طيب حالك، مرحبا أختي. والله خير مساك. سؤالين. واحد، أنت قلت اللي يحفظ القرآن يعني القرآن يعني العلم، كيف يعني نعمل بالقرآن؟ كيف أختي؟ كيف نعمل بالقرآن يعني يحفظ القرآن ذكر القرآن كيف نعمل يعني؟ طيب طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، أنا قبل صلاة الظهر أصلي 4 ركعات سنة وبعد صار 4، هل هذا جائز ولا لا؟ طيب طيب مشكورة. زين بس سؤال ثاني، يعني القرآن نحفظ القرآن، هل علمت عيالي أو علمت حد يعني عادي أم هذا مضين يعني ما كيف تعليم القرآن يعني؟ هي أنا حافظ القرآن الحمد لله، باقي علي أنا أختم القرآن من زمان صور أو 7 صور أنا أختم القرآن الحمد لله، كان فني مطوع يعني تعلمني وكل شيء، بس الحين مطوع ما عندي بس أحفظ الروحي. إيه طيب طيب، هي بس لا علمت حاجة يعني مثلاً رجعت ويا النساء عند جاراتي أو عيالي. طيب يا أختي. أي أبشر إن شاء الله، أنت على خير إن شاء الله، أنت على خير. مرحبا مرحبا. تفضل أبو يوسف من فرنسا. أبو يوسف من فرنسا. آه طيب طيب طيب، أرجع إلى الأسئلة. عندي المعتصم تقول عندنا الجامع بجنب البيت، المسجد تقول بجنب البيت، هل أصلي معه أم لا؟ لا يا أختي ما تصلي معه، لأن من شروط صحة الصلاة اتصال الصفوف، أنت بعيدة، أنت في بيت مستقل والمسجد مستقل، فما تصلي معه، تصلي لوحدك. تقول أم معتصم لو أنني قرأت مثلا سورة التوبة واستفتحتها بالبسملة ما حكم القراءة؟ ما فيها شيء يا أختي، طبعا الأصل أنه ما يقرأ، يقول الإنسان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقط، لو قرأتيها قراءتك صحيحة والحمد لله. الأخت لميا من كندا تقول بأنها في شهر رمضان الماضي القريب هذا نصحها الدكتور بالفطر لأن معها بالإفطار لأن معها سكري، تقول وأفطرت 10 أيام تقريبا ثم قضيت الأيام هذه، تقول بأنها سمعت أناس يقولون يلزمك أن تطعمي مع القضاء، ما الحكم؟ يا أختي لميا، بالنسبة لمن قال لك فقد أخطأ، أخطأ خطأ عظيم، أنت قضيت ما عليك إلا القضاء، ذاك الإنسان الذي جاء رمضان آخر عليه وما صام تساهلا وتفريطا وتهاونا، هو الذي يقال اقضي وأطعم، أما أنت الحمد لله رمضان ما له الآن 6 أشهر أو 7 أشهر مضت، ها فيعني تقضينه الحمد لله عليك القضاء فقط وليس عليك الإطعام. بالنسبة للذي طلبت الدعاء لها، الدعاء مبذول لها ولجميع المسلمين بأن الله تعالى يعافيهم وأن يرفع البلاء عنهم وأن يشفي مريضهم وأن يعافي مبتلاهم يا رب العالمين. إسحاق من غانا يقول: امرأة أنجبت وخافت على جنينها فأفطرت، كيف تقضي بعد رمضان؟ يا أخي إسحاق بارك الله فيك، تقضي قضاء عاديا، إذا أفطرت الآن في رمضان شهر كامل مثلا خوفا على الجنين، خوفا على الحمل بالبطن مثلا، هذا مأذون لها بالفطر لأنها في حكم المريضة، وبعد ذلك تقضي، سواء تقضي مباشرة تقضي شهر كامل متصل أو مفرق، تقضي مثلا كل أسبوع يومين 3 أيام مثلا يجوز، أهم شيء لا يأتي عليها رمضان القادم وهي ما قضت، هذا أهم شيء، إلا إذا منعها الإرضاع، منعها الرضاعة مثلا أو منعها حمل آخر فما عليها شيء، تقضي بعد رمضان الثاني، لكن عليها أن تبادر. تفضلي منال من الصين. منال، أخت منال من الصين،
وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ بسألك بسكيني رسائل على الواتساب يقول لازم ترسلها وتفرح وإذا ما أرسلتها. كيف يا أخت منال؟ أعيد السؤال لو سمحتي، ما فهمتك زين، أعيد السؤال. في رسائل بتجي لو يقول لك إذا ما يقول لك لازم ترسلها لعشرة أشخاص كذا. نعم. أنت لو تخفضين التلفزيون تسمعين من الهاتف راحت منال. طيب أنا فهمت السؤال. طيب أرجع إلى الأخت فاطمة من رأس الخيمة تقول بأنها تحفظ القرآن، فكيف العمل بالقرآن؟ يا أخت الفاضلة نسأل الله عز وجل يكثر أمثالك ويبارك فيك، وحقيقة يفرح الإنسان لما يرى أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا يحرصون على قراءة القرآن وحفظ القرآن، هذا شيء طيب وشيء جميل. والأم في الحقيقة يقول نصف المجتمع، وأنا أقول هي المجتمع كله، متى ما إن صلحت المرأة صلح المجتمع بإذن الله. يا أختي العمل في القرآن الوقوف عند أوامره وعند نواهيه. الله يقول وأقيم الصلاة نقيم الصلاة، وآتوا الزكاة نؤتي الزكاة، وصوم وصوم رمضان نصوم رمضان، الحج نحج، الأمر بالصدق نصدق مع الله جل وعلا، نصدق مع الناس، البعد عن الزنا، عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، هذا هو العمل بالقرآن. أن مثل ما قالت عائشة كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. هذا المقصود يا أختي، أن الإنسان إذا قرأ آية فيها أمر يمتثل، قرأ آية فيها نهي ينتهي. تقول فاطمة أصلي قبل الظهر 4 ركعات وبعد الظهر 4 ركعات، ما الحكم؟ جائز، هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله لك الثبات. تقول فاطمة إنها الحمد لله على وشك تنهي القرآن، لو علمت الغير يجوز ولا ما كذا؟ يا أختي أفضل الأعمال وخير الأعمال أنك تعلمين الناس القرآن. جاء في الحديث الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فعلم عيالك وخواتك وجيرانكم وأقاربكم، يعني بهالتعليم هذا جندي نفسك له وإن شاء الله تكوني من خير الناس. الأخت منال من الصين انقطع للأسف، لكن أنا فهمت سؤالها، تقول تأتينا رسائل الآن، وزعوا هذه 10 مرات أو 25 مرة، وإذا ما وزعتوها بيحصل لكم كذا وكذا. يا أختي منال اعصيهم، عانديهم، خالفيهم، هؤلاء هم أهل البدع، هؤلاء هم أهل الفساد، هؤلاء هم أهل الشر. حتى لو كانت الرسالة فيها مضمونها يعني فيما يظهر بأنه خير، لا، وإنما يراد ترويج البدع، ترويج المخالفات، ترويج الشرور. لا تستجيبوا لمثل هذا، ولا تخافون اللي يقولون يكذبونهم، يضعون يقول لي اللي ما يوزعها يحصل له حادث، يذكرون قصة مكذوبة، يقولون في واحد ما وزعها وحصل له حادث، واحد ما وزعها واحترق متجرة، واحد ما وزعها ومات ولاده، كذب، هذا كله كذب ودجل. وحرروا عقولكم من هذه الأوهام، حرروا عقولكم من هذه الهرطقيات التي يحاول أعداء الإسلام يعني بثها بين الناس لإضعافهم وهلهلتهم، واعتنوا بدراسة العقيدة واعتنوا بتقوية الإيمان، وستذهب. عاندوا أصحاب هذه الرسائل حتى تموت وحتى تبور ولا يبقى لها سوق، لأن للأسف وجدوا أناس يستجيبون لمثل هذا ولذلك انتشرت، نسأل الله العافية والسلامة. انتهى وقت البرنامج، أشكر في نهاية هذا اللقاء الأستاذ المخرج مصطفى ضاضة وزميلي في لغة الإشارة الأستاذ صلاح عودة وجميع زملائي في الاستوديو من المصورين والفنيين والمهندسين، ولكم أنتم الشكر أيضا والتقدير على المتابعة، وإلى اللقاء الغد بإذن الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه